اهلا بيكم مشاهدينا الكرام من جديد وصحافه اول النهار. احنا بنقرا مع حضراتكم بعض النشاطات الرئيسيه وبعض الموضوعات، وبنقرا ما بين السطور من خالد الصنا بالكاتب الصحفي الكبير الاستاذ رفعت فياض مدير تحرير اخبار اليوم. الخبر الاول هو المشهد الرئيسي لجديد الجمهوريه، وفيه اليوم جلسه الصلح في فتنه الخصوص، الامام الاكبر لابد من ملاحقه الجناة وتطبيق القانون. تستعد الأجهزة الشعبية بالخصوص لعقد جلسة الصلح اليوم بحضور الدكتور عادل عزت محافظ القليوبية واللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية وجميع القساوسة والآباء بالخصوص والقيادات الشعبية وفد من الأزهر وعدد كبير من أهالي الخصوص والضحايا من الطرفين للتأكيد على التهدئة وعدم إثارة العنف، فضلا عن وقف الشائعات التي تتسبب في تأجيج الموقف والاحتجام إلى قانون فيما وقع من أحداث، وتقديم المتورطين والمتسببين في احداث الفتنه للمحاكمه. استاذ رفعت اهلا بيك معانا وصباح الخير. صباح الخير يا استاذ محمد، اهلا بيك. صباح الخير يا استاذ رفعت. صباح الخير ازيك يا استاذ نور. صباح الخير يا فندم. اهلا بيك. اسمح لي حضرتك الاول، هذا الموضوع فيه شقين، الشق الاول هو الشق اللي دائما يستخدم من الآن لاخر محاوله اثاره الفتنه الطائفيه في اكثر من مره في اسوان، في الخصوص، في الصف، في كان برضو في القاهرة، في أكثر من في اسكندرية وغيره وغيره، دائما أبدا محاولة اللعب على محاولة الفتنة الطائفية، ودي طبعا كارثة من الكوارث التي يمكن أن تحدث، لكن ربنا يستر على مصر منها. الجانب الآخر من السؤال وهو الاحتكام إلى القانون، الاحتكام القانون في كثير من الاوقات، يعني القصه بتاعت خصوص تحديدا طفلين صغيرين بيرسموا رسومات ومش عارفين معناها ايه، صارت الدنيا وقعدت وحدث ما حدث. طيب اين القانون في معاقبه من يرتكب اي فعل بسرعه ورد فعل قانوني ايجابي يوقف هذه المهزله؟ استاذ محمد، يمكن حضرتك اسئلتك مهمه جدا في هذه الجزئيه، ويمكن عندما اشرت الى المانشيت بتاع جريده الجمهوريه والذي يقول أن اليوم ستكون هناك جلحة الصلح في فتنة الخصوص، فالأزمة أكبر من ذلك، ولا يمكن حلها بجلسات صلح التي تعودنا عليها قبل ذلك، وكلما حدثت فتنة طائفية يكون العلاج في النهاية ومجرد جلسة صلح وترضية للطرفين ودون عقاب أي مخطئ ودون حصول المجني عليه أي حق من حقوقه. الواقع الحالي للأسف يؤكد أن هناك كثير من الفئات تعمل على بذر بذور الفتنة في المجتمع، ولو لاحظنا وزي ما حضرتك أشرت دلوقتي بالتحديد لعدد المرات التي شهدتها مصر وفيها نوع من الاحتكاك غير المطلوب ما بين الإخوة الأقباط والمسلمين، يعني في السنتين الأخيرتين زادت بشكل كبير جدا مما ينذر بالخطر. يعني ما يكون عندي قنوات فضائية دينية بتحث على الفتنة وإسكاء روح الفتنة ما بين المواطنين أو بين المسلمين والأخباط، ولا يوجد علاج على مستوى المجتمع بدءا من المدرسة والأسرة على أساس أن احنا نحض على احترام الآخر ونمنع وجود مثل هذه الفتن. ويمكن زي ما حضرتك أشرت طفلين عملوا صليب معكوس على مبنى، ده برضو من مدى تأثرهم بطبيعة هذه البذور السيئة التي تبذرها الأسر تأثرا بالقنوات الفضائية والتي تحض على الفتنة، وأيضا على التنشئة غير السليمة سواء في الأسرة أو في المدرسة نفسها. فلا بد إذا أردنا أن ننقذ هذا المجتمع من ألا يتحول إلى دولة أخرى مثل لبنان أو العراق وفيها اقتتال طائفي كبير، إذا أردنا أن ننقذ هذا المجتمع لابد أن نعالج المشكلة من جذورها، لابد أن يكون هناك دائما فهم حقيقي لطبيعة التعايش ما بين جميع المصريين بعضهم وبعض، لا فرق ما بين مسلم وبين قبط، لأننا مصريون وأبناء وطن واحد. أما جلسات الصلح الأخيرة هذه أو التي قبل ذلك فلا تغني ولا تسمن من جوع، ونعم لتنفيذ القانون على المخطئ وأن يحصل من المجني عليه عن حقه، وتطبيق القانون لا فرق في ما بين مسلم وبين قبطي، القانون على الجميع. إذا سرنا في هذا الاتجاه وهناك توجه مجتمعي كامل، إعلام
وتنشا اسريه وتربيه وتعليم وتعليم في الجامعات واعلام مره اخرى في الفضائيات ومن يدعون انهم يعني قاده راي ديني. تمام. لابد ان تكون رسالتهم واضحه في اتجاه المجتمع في هذا الاتجاه. اذا سرنا كخطه قوميه على المستوى القومي في نفس هذا الطريق اعتقد اننا سنمنع مثل حدوث هذه الاحداث التي شاهدناها في الفتره الاخيره تتضاعف بشكل فعلا ينذر بالخطر. استاذ رفعت، حماس حضرتك في الاجابه بهذا الشكل ينبئ عن مدى شعور حضرتك بخطوره الموقف. طبعا ولذلك أخطر شيء للمجتمع هو تمام. تمام. ولذلك السؤال الثاني هقوله لحضرتك، هل القوانين الحاليه، هل الاحكام الحاليه كافيه لمواجهة ما يمكن أن يحدث في المجتمع؟ كافية بشرط الالتزام بتطبيقها، لكن لا يجب أن يكون هو القانون هو الملاذ الأخير. لابد من التنشئة من القاعدة، لابد أن تكون علاقة الناس بعضهم ببعض وعلاقة كل مواطن مصري بالآخر جيدة جدا ومتسامحة، ومن هنا لن نحتاج إلى القانون إلا فيما نظر. أما أن نعول العلاج على القانون فقط، القانون لن يستطيع أن يعالج هذه المشكلة بالذات وهي موضوع الفتنة الطائفية، وإلا كان القانون قد عالجها في لبنان أو عالجها في العراق. تمام يا فندم. طيب أستاذ رفعت، هروح مع حضرتك لخبر آخر من جريدة الأهرام لكن هو خاص بالجامعات، فقبل ما أقوله ببارك لحضرتك على درع جامعة أسيوط. أشكرك ربنا. مبروك أستاذ رفعت. مبروك أستاذ رفعت. والخبر بيقول فوضى الشارع تنتقل إلى الجامعات، تعليق الدراسة بالمنصورة، إغلاق أبواب عين شمس وجهود لحل مشكلة مصر الدولية. تصاعدت أمس حدة المظاهرات والوقفات الاحتجاجية لتشمل 5 جامعات في هي القاهرة وعين شمس والمنصورة وبنها ومصر الدولية، عبارة على استمرار تداعيات حادث تسمم بعض طلاب جامعة الأزهر. الصورة شديدة الخطورة يا أستاذ رفعت، الولاد زي ما التعليق كاتب تحتيهم انهم بدل ما شايل الورق او شايل الكتاب الدراسي الخاص بالجامعة بتاعته هو شايل شومة. نعم بالظبط. يعني هنوصل لايه يا استاذ رفعت؟ وبقى في احتقان في كل الجامعات ومطالبه ببعض الميزات او مطالبه ببعض تحقيق المطالب الخاصه بيهم، وفي نفس الوقت الاداره او الجامعه لا تحتويهم. شوفي حضرتك، مع اختلاف اسباب كل وقفه احتجاجيه او حاله من الانفلات اقول عليها في الجامعات التي حضرتك اشرت اليها، القاهره وعين شمس والمنصوره، يعني يمكن مشكله المنصوره اكثرهم صعوبه، لكن المنصوره هي التي المني ما شاهدته في الفضائيات عندما اشاهد ابناء او طلاب الجامعه يستخدمون الخرطوش ضد في الحرم الجامعي ضد بعضهم البعض، وكما هو منشور اليوم في الصفحه الاولى في جريده الاهرام، طلاب الجامعات هم يحملون الشوم والعصي لبعضهم البعض. نعم، هي على حسب خلفية أو ما حدث بسبب خلفية مقتل طالبة في جامعة المنصورة خطأ من قبل أستاذة جامعية عادت بسيارتها إلى الخلف ولم ترها، وكان هذا الحادث منذ ما يقرب من 10 أيام. أما أن يأتي مجموعة من البلطجية وجزء منهم من الطلاب من خارج الجامعة ويدخلون الجامعة نظرا لو عدم وجود أمن ولا وجود حرس جامعي وخلافه، ويبدأوا يصطدموا بالطلاب ويحاولوا محاصرة مبنى الإدارة في الجامعة ويطالبوا باستقالة رئيس الجامعة، وانفلت عيار الأمن داخل جامعة المنصورة للأسف. ومع حجم الإصابات التي حدثت قرر الدكتور رئيس جامعة المنصورة تعليق الدراسة لمدة 2 حتى تهدأ الأمور. أنا تواصلت مع الدكتور السيد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة، لا تتخيلي مدى حزنه الشديد على الشكل الذي حدث في جامعة المنصورة مؤخرا مما ينذر بالخطر، خاصة أن هذه التظاهرة أو نقول هذه الصدامات أخذت الجانب الديني والحزبي في الجامعة، وهذا أخطر ما يواجه جامعات مصر. إذا دخلت السياسة والحزبية داخل الجامعات فسوف يتقاتل كل الطلاب بعضهم البعض
نعم للتثقيف السياسي داخل الجامعات، وهذا ما نطالب به، لكن العمل الحزبي والتوجهات الحزبية داخل الجامعات مرفوضة تماما. حتى حالة الانفلات اللي حضرتك أشرت إليها في عدد من الجامعات، هنا بدأ البعض يطالب مرة أخرى بضرورة عودة الحرس الجامعي، ليس بمفهومه القديم لكن كتأمين لأبواب الجامعات، يمنع دخول الطلبة بخرطوش وسلاح أبيض، يعني وجود ده داخل الحرم الجامعي. مش طلبة بس، تخيلي الصور اللي كانت بينا وشاهدناها في الفضائيات، دول مش طلاب، ده ناس عندهم 40 و45 سنة. المنصورة دول من بره الجامعة خالص. بالضبط، يعني كيف يدخلوا الجامعة بهذا الشكل؟ لأن أصبح الحرم الجامعي مستباحا، ولهذا أنا شخصيا من أشد المؤيدين لأن يكون هناك حرس جامعي بمفهوم مختلف عن المفهوم السابق، لا يتدخل في النشاط الطلابي ولا نشاط الأساتذة إطلاقا، لكن لتأمين أبواب الجامعات والكليات مثل ما يحدث مع تأمين أي منشأة في مصر حاليا من بنوك ومنشآت عامة وخاصة وخلافه. نعم بالتأكيد يا أستاذ رفعت، وإلا هنوصل لحالة أسوأ من كده، هنروح لفين يعني؟ هيبقى اللي عايز يمارس حياة سياسية تبع حزبي ومارسها خارج أسوار الجامعة، ولكن داخل أسوار الجامعة الجميع طلبة. في علاقة أو تثقيف سياسي زي ما حضرتك قلت، ولكن لا يصل إلا أنه صراع ما بين أحزاب ينتقل إلى داخل أسوار الجامعات. نعم. وده يعني هياخدنا لمنطقة مش جيدة بالنسبة للطلبة، هيتفرغوا بقى لهذه الحروب ونسيب الدراسة ونهملها. لكن حضرتك يعني مش شايف انه المفروض الخطوة دي تتاخد سريعا، فكرة الامن الخاص بالجامعات، اذا كنا اخطأنا في التعامل او كان بيتعامل بصورة خطأ في الفترة السابقة في السنوات السابقة في التدخل في التعيينات والترقيات وخلافه، السرعة في اتخاذ القرار امتى هنلاقيها؟ انا متفق معك تماما ان خلال هذه الايام لابد ان يعني نسرع الخطى نحو تأمين الجامعات من خلال حرس جامعي بثوب جديد يختلف عن الشكل الذي كان مرفوضا قبل ذلك، وحكم القضاء بعدم وجوده في الجامعات لأنه كان يتدخل في الانتخابات الطلابية وفي اختيار أعضاء هيئة التدريس عند التعيين كمعيدين وفي كثير. إنما الحرس الجامعي الذي نطالب به هو تأمين المنشآت الخاصة بالجامعة ومعاملها، تأمين مداخل ومخارج الجامعات حتى لا تتحول الجامعات إلى مكان وبؤر لنشر الجريمة وانتشار الموبقات فيها وتوزيع بعضها قد يكون مخدرات ودخول بلطجية جواها وانتقام بعض البلطجية من طلاب وبعض. قد نشاهد أحداث إذا لم نسرع الخطى في تأمين الجامعات، قد نشاهد من الأحداث ما لم يكن نتخيل في يوم من الأيام أن تكون داخل الجامعات. أما أبنائنا الطلاب نحن مع تثقيفين سياسيين إلى أعلى درجة، أما أن يكون عمل حزبي أو أي نشاط من جامعات متطرفة داخل الجامعات فهذا مرفوض تماما، لأن إذا دخلت الغوغائية داخل الجامعات فليس هناك مبرر أن نقول أن هؤلاء جهلة أو غير متعلمين، ما بالك إذا كان المكان الذي يعج بالمتعلمين والمثقفين يحدث فيه ذلك، ماذا سنقول على بقية أفراد المجتمع الذين لم يحصلوا على أي قسط من التعليم إذا فعلوا أسوأ من ذلك؟ طيب. أستاذ رفعت بعد إذن حضرتك، الزاوية بتاعت الجامعة احنا تحدثنا فيها بصفة يعني خاصة وتكلمنا عن جوانبها، بنفس الشيء لو احنا اتكلمنا على ما يحدث من انقسامات داخل الشارع المصري، انقسام سياسي، انقسام ديني، انقسام اجتماعي، انقسام حزبي، يعني احنا عايزين نوصل لخلاف او شق الصدر المصري، الا يتطلب هذا ان تتوحد كافة القوى حتى يمكن توحيد الصف مرة أخرى؟ ده من جانب. من جانب تاني، الثورة الصينية وما صنعته من مواجهة لجرائم عديدة في الشارع من مخدرات إلى آخره إلى آخره، والحسم الرادع جدا باتخاذ إجراءات رادعة جدا، ألسنا في احتياج لمثل هذا الردع حتى يمكن لم يشمل مرة أخرى؟ لابد يا أستاذ محمد أن نلجأ إلى ذلك وأن يكون هناك توافق مجتمعي ما بين كل القوى السياسية المختلفة، لكن يجب ألا نحمل بعض التيارات أو الأحزاب
الموجودة في صف المعارضة كل الأسباب التي تؤدي إلى عدم التوافق، لكن الكل مشارك في حالة الانقسام الحالية ولكن بنسب، فمؤسسة الرئاسة تمام. والقائمين على الحكم يتحملوا الجزء الأكبر لأنهم أكيد. هو صاحب القرار أكيد مؤسسة فن. الرئاسة صاحبة القرار وهي التي تقرر إن القوى الوطنية المختلفة تجتمع مع بعضها ومع مؤسسة تمام. الرئاسة ويضعوا تصور لمستقبل مصر من عدمه، وبالتالي تكون جادة في هذه اللقاءات من عدمه، وأيضا ألا يكون هناك نوع من الإقصاء لهذه القوى المختلفة من عدمه. إذن المؤسسة الرئاسة والقائمين على الحكم يتحملون الجزء الأكبر، وأعتقد أنه خلال الساعات القليلة ولا أقول الأيام القليلة الماضية، الساعات القليلة الماضية بدأت هناك بواجر من مؤسسة الرئاسة للم الشمل. أتمنى أن تستمر بهذه الصورة في الأيام القادمة، وأن يكون هناك استماع لصوت العقل، لأن إنقاذ مصر مسؤولية الجميع، حتى لا ندخل جميعا سواء في الحكم أو في المعارضة في نفق مظلم لا نعلم نهايته ولا ماذا بهذا النفق. تمام. أستاذ رفعت سؤال آخر عن الخبر الأعلان حضرتك، الغاز القطري يواجه أزمة الصيف بمصر، حمد بن جاسم نطلب وضعا خاصا ودعم شقيق القبرى قنديل من مصلحة الجميع الوقوف مع مصر تعود لمكانتها. من المعلوم أن قطر والشعب القطري شعب تجاري شاطر جدا، ومن المعلوم أننا كمصر نبحث عن مستثمرين، وأن قطر تبحث عن أرض تستثمر فيها مشاريعها، وأنها تبحث عن إقليم قناة السويس ليكون منافسا لدبي وجبل علي. كل هذه الأمور دي زاوية. الزاوية الأخرى أن هناك رأي آخر يرفض قطر ويرفض التدخل القطري، والسبب الأساسي ارتباطه الوثيق بالعلاقة بين قطر والإخوان المسلمين. تعليق سيادتك. شوف انت حضرتك عرضت وجهتي النظر، لكن يمكن ما حدث خلال الساعات القليلة القادمة، وافقت قطر على دعم مصر ب3 مليار دولار اضافية سواء في شكل اذونات خزانة او سندات يعني، او بالنسبة لودائع تودع في البنك المركزي لزيادة حجم الاحتياطي النقدي في مصر، وايضا ما قامت به ليبيا، وتم التوقيع على إعطاء مصر 2 مليار دولار بدون أي فوائد كمساعدات أو كوديعة تودع في الخزانة في البنك المركزي المصري. نحن نشكر قطر على مساعدتها المالية وأي دولة عربية أخرى، ونفتح الاستثمار لكل الدول العربية والأجنبية، لكن بشرط أن يكون هناك شفافية في عملية التعامل. نحن لا نرفض، نشكر كل من يساعدنا خاصة في الظروف التي نحن فيها. لنفترض أن البنك الدولي لم أو صندوق نقد الدولي لم يوافق على إقراض مصر 4.8 مليار دولار، نحن لا نحتاج هذا المبلغ فقط، بل نحتاج إلى ما أقرب من 20 مليار دولار لعلاج عجز الموازنة، وبالتالي كان هذا المبلغ من صندوق النقد الدولي عند الموافقة عليه مجرد شهادة ضمان أو استقرار للاقتصاد المصري حتى نحصل على بقية القروض من مؤسسات مالية مختلفة. ومن هنا نحن لا نرفض أي مساعدة، بالعكس نشكر كل من يساعدنا وكل من يستثمر عندنا، لكن بشرط أن تكون هناك شفافية في التعامل في هذا المجال، ونعرف مصير ما عملية الاستثمار هذه، وهل تقام بشفافية مطلقة أم تخصص أماكن معينة ومشروعات معينة لدول معينة بحجة أنها تساعدنا. هذا مرفوض تماما، وإلا سنفاجأ بعد سنة أو سنتين أن هناك أخطاء جسيمة قد ارتكبت في حق مصر، وبيعت مشروعات ومناطق كبيرة في مصر دون أن يعلم بها أحد. الشفافية مطلوبة جدا، ونشكر كل من يساعد. أستاذ رفعت نشكرك جدا على هذه الرؤية المتزنة والمعتدلة والعاقلة التي نتمنى أنها تعم لكل السادة السياسيين في تناولهم لهذه الأمور. شكرا لك. شكرا جزيلا لسيادتك. شكرا يا فندم. مع السلامة. خبر عندي بقى، الخبر اللي جاي من الجمهورية. بعد مباحثات قنديل وجاسم، الشركات المصرية في قطر بدون كفيل ودعم إضافي ب3 مليارات، يمكن الخبر ده كنا بنعلق عليه دلوقتي، وغاز طبيعي 3 مليارات دولار وغاز طبيعي لمصر. ده اللي أسفر عنه زيارة رئيس الوزراء إلى قطر.
الأهرام معاك يا مهرة. الأخبار الأهرام تفضل. لدينا في الأهرام خبر أيضا عن إلغاء التنازل عن الأرض كشرط الحصول المزارعين على القروض، تنفيذ توجيهات الرئيس بتيسيرات الائتمانية الجديدة والمستفيدون 5 ملايين فلاح. في تحول كبير في سياسته الائتمانية تجاه المزارعين، يبدأ بنك التنمية والائتمان الزراعي الأحد المقبل تطبيق تيسيرات جديدة لأول مرة لصرف القروض المدعمة للمزارعين والتي لا تتجاوز فائدتها 5.5%، وذلك في إطار تخفيف الأعباء عن كاهل صغار المزارعين ودعمهم ورفع دخولهم. تتضمن تيسيرات تخفيف الضمانات التي كان يشترطها البنك لصرف القرض بصورة كاملة، وأبرزها إلغاء كامل لتوقيع المزارع على عقد بيع ابتدائي لأراضيهم. هو كان لازم أقرأ الجملة بهذا الشكل، لأن كلمة إلغاء التنازل على الأرض كان لابد أنها توضح، وهو إلغاء الكامل لتوقيع المزارع على عقد بيع ابتدائي لأراضيهم. فبالشكل دوت تعامل بأسلوب إنساني يعني. تفضلي بقى. هنروح مرة أخرى لجريدة الأخبار. مصدر أمني: الضباط المختطفون في غزة والوسيط يستبعد تورط حماس. أكد ناصر أبو عكر أحد عواقل القبائل بشمال سيناء والوسيط الرئيسي لمعرفة مصير الضباط الثلاثة المختطفين وأمين الشرطة بالتكليف من إحدى الجهات السيادية، أنه قام بمقابلة العديد من الرموز في سيناء ممن يعرفهم كي يتدخلوا لجلب معلومات قد تفيد في التوصل إلى حل لغز اختفاء هؤلاء الضباط، مؤكدا أن هذه المفاوضات بدأت عقب وقعة الاختفاء بأيام قليلة واستمرت نحو 8 أشهر، وفي كل مرة كان ينتظر أي مطالب كردود فعل عن أزمة الضباط، إلا أن هذا لم يحدث حيث توقفت عملية الوساطة منذ عام تقريبا. وأضاف أن والدة أحد الضباط جاءت إلي لمتابعة التطورات بشأن الضباط الثلاثة، وقالت أنها تتمنى أن تعلن أي جهة عن مصير نجلها حيا كان أو ميتا حتى تتسلم شهادة وفاته، معتبر أنه قد نال الشهادة. واستبعد ناصر في تصريحات خاصة الأخبار تورط الجانب الفلسطيني في الحادثة، يعني ده بخلاف طبعا اللي بتعلنه زوجة أحد الضباط. نتمنى أن يظهر أي بارقة أمل عن وجودهم أحياء أو بالفعل معرفة إذا كانوا توفوا بالفعل. آخر الأخبار في جريدة الجمهورية: عودة الحركة إلى مطار شرم الشيخ، استمرار مفاوضات برج العرب، إضراب شرطة ميناء نويبع، تراجع أزمة تكدس الشاحنات. أعتقد أن احنا في احتياج سريع لقانون المضي.